من هو أكثر فنان راحل كنت تتمنى أن يكون حاضر هذا التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟ شكرا جدا. شكرا. أكثر من واحد. كل جيلي اللي أنا فقدتهم واللي هم في ذمة الله: محمود عبد العزيز، أحمد زكي، نور الشريف، محمود ياسين، سمير سيف، عاطف الطيب، كل دولة، محسن زايد كان عندنا مؤلف كبير جدا، كان عندنا أستاذ عظيم اسمه رأفت الميهي. يا جماعة، في أشياء جميلة في حياة كل إنسان، في لمسة صغيرة الواحد بيفتكرها طول العمر. أنا وأنا شاب شفت رأفت الميهي فيلم على من نطلق الرصاص، وكاتب كبير بقى، وإزاي يعني إزاي أشوفه وإزاي أقدر حتى أسلم عليه. وإذا بالأيام إن ألاقي رأفت الميهي وهو الأستاذ الكبير، وهو الأستاذ الكبير جدا، جاي يمسك أنا بإيدي ويهنيني على شغل أنا عملته، كان مجتمع كان في حب مش ضغينة. الله. وكان الكبير كان الكبير بيشيل الصغير. أنا منساش فرحة الأستاذ عبد الحي أديب وهو رحمة الله عليه وهو كان بيتفرج على فيلم الإرهاب والكباب، وجاء قال لي: إيه مبور؟ قال لي: ولد وحيد، أنت هتعمل فيلم إيه بعد كده؟ يعني إذن أنا كنت بشوف الفرحة في يعني في قلوب الناس. أنا أقول لكم على أشياء مهمة. زمان وأنا صغير كنت بكتب في الإذاعة وأتمشى من الإذاعة لغاية إكسلسيور، فدخل إكسلسيور مرة مدير المحل يعرفني، بس قاعد معاه شخص مهم جدا ومهيب وبتاع، قال لي: سلم على عمك محمد عثمان الكاتب الكبير. بصيت لقيت محمد عثمان ده بيحتويني: وتفضل وتشرب ايه وتعمل ايه؟ يعني ايه؟ اذن كان في مجتمع بياخد بإيد الصغير. ولذلك أنا تعلمت حاجة خدتها: احترمت كل إيد طيبة اتمدت لي، ولم أخذل أي إيد طلبت مني شيء. وده اللي أنا تعلمته. أنا تعلمت يعني مش عيب ان انا اقول، انا تعلمت التواضع من الكبار جدا اللي انا شفتهم. انا تعاملت مع عبد الرحمن الشرقاوي ومع الاستاذ نجيب محفوظ ومع الناس، فناس بسطاء، ناس كلهم حب، فيهم محبه اتزرع في اتربينا على كده. معرفش الأيام دي شكلها ايه. على فكرة أنا عمري كل واحد اشتغلت معاه في أي مجال، سواء يعني أنا كنت علاقتي طيبة جدا بمهندسين الديكور، رغم إن أنا ما بفهمش في الديكور أو التصوير، أو يعني أنا كنت ان انا اكون قريب من كل الناس. يعني زي ما حد بيقول لي: فلان هيبة في بطن الشغلانة. انما انا سعيد جدا بان ليا
ناس تعلموا مني حاجة وأثبتوا وجودهم في وبقوا كتاب كبار في الزمن اللي احنا موجودين فيه. تحية ليهم كلهم. أنا عايز أقول لكم أول فيلم اشتغل فيه شريف عرفة مع الأستاذ وحيد اللي هو اللعب مع الكبار، ففي أول قعدة كان بيقول له أستاذ وحيد، قال له بيقول لك إيه؟ أنا اسمي وحيد. اشتغل بقت وحيد، أنت شريف وأنا وحيد. يعني أول حاجة بيعملها بيكسر في فرق في العمر كتير، شوية يعني مش كتير قوي، بين وحيد وبين شريف كسر على طول الحكاية دي، عشان في الآخر هم الاثنين يعملوا عمل عظيم زي لعب مع الكبار وبقيت الستة أفلام اللي احنا عارفينها. بص حضرتك، إيقاع الزمن مهم جدا، يعني جيلي كان له مشاكل وتطورت المشاكل، والمجتمع الحالي له مشاكله، والتكنولوجيا فرضت أشياء كتيرة جدا. دلوقتي أنا أنصح الشباب بحاجة واحدة بس، في حالة مش عاوز أزعل حد، في حالة من الاستهتار الشديد. إحنا زمان مثلا كنا بنلاقي ورقة فاضية مرمية على الأرض ناخدها نقراها، دلوقتي لحد بيقرا، والكل والفيسبوك والثقافة السطحية اللي هتدمر الشباب. يعني مش ممكن على الإطلاق. وبعدين أنا بنزعج كتير جدا لما أحيانا أتصفح، يعني ولا ليا صفحة ولا حاجة، لكن ألاقي كل من هب ودب دلوقتي بيكتب وناس تطلع وكلهم لازم لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، وبعدين يبتدي يقولوا لنا كلام، يا إما واحد بيروج لسلعة ملهاش لازمة، أو بيدينا نصيحة إحنا في غنى عنها. لا يا جماعة، الثقافة الرفيعة اللي هي تأتي من خلال الكتب، من خلال القراءة، العلوم، يعني مش عارف. لكن إذا كنا نستخف بالأمور ونستهلك الثقافة الرخيصة مش هتفيدنا بحاجة.